الموضوع الثاني إنه لما نعبد الله نعبد على طريقة الأنبياء والمرسلين والرسل عليهم الصلاة والسلام. والكلام ده ربنا جابه في أواخر سورة الكهف، ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلف لما سألوهم عن العمل الصالح قالوا هو ما ضم شرطين، الشرط الأول الإخلاص هو التوحيد، والشرط الثاني الاتباع أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخوانا زول عبادته دي بس تكون لربنا سبحانه وتعالى، وقع في مصيبة يلجأ بها إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء الأنبياء والمرسلون، ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والإنسان يا أخواننا إذا حقق الكلام ذا وما عبد إلا الله سبحانه وتعالى واتبع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا له؟ له النجاة والأمن. ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلماء الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وغير ذلك من الفضائل العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر له 99 سجل، السجل مد البصر وكله سيئات، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال أو ظلمك الملائكة الكاتبون؟ فيقول لا. قال فتوضع السجلات في كفة فيظن أنه هالك، قال فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا رب وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ قدر ما عينك تقيف ده السجل الواحد 99. قال فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتثقل البطاقة ويدخل الجنة، أو قال فيغفر له. لكذا أخواننا التوحيد إذا بقى نجيط بيكون سبب يا أخواننا في غفران الذنوب، ويكون سبب في البركات. ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر، العلماء قالوا الفساد هو غلاء الأسعار وشدة المؤونة وذهاب البركة وجور السلطان والفتن والمصائب. ليه؟ ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. عشان كده أخواننا الإنسان دائما يخاف على روحه، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يا أخي في قناة النيل الأزرق جايبين ود الكباشي قال أبونا الشيخ بيقول للشيء كن فيكون، كلام عجيب يا ناس. ناس يقول لك بيحيوا النملة في كتاب فيوض البحور المتلاطمة بتاع الطريقة الختمية، قال واحد دار اختبر الشيخ قام فتفت له نملة قتلها، قال الشيخ أحيا، قال الشيخ كان بيكتب في كتاب والنور طفى زمان ما كان في كهرباء، قال بصق في البصاق طوالي البصاق بقى نور لعب. فالإنسان إذا لاقى ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة مثل هذه العقيدة لا يفلح أبدا إذا مشى بطريقة بجماعة. وزي ما قال لك شيخ أحمد ما منتمي لأي جماعة، ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، ما تبقى تبع أي جماعة، تكون بس ورا النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. النبي صلى الله عليه وسلم جانا بالدين واحد، عملوا جبهجية وأخوان مسلمين صوفية وانصار سنة، فارتقوا الشغلانية ذاته. تلقى كثير من الناس يقول لك أنا أخش معياته، في ناس متحايلين طبعا،
بس داري له سبب. يقول لك أنا أخش معاته كلهم ما تخش معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مش اختلاف ساي كثير كمان. أهل حل شنو؟ قال فعليكم أي إلزموا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الورق الأضراس الورق كناية عن شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولذلك أخواننا الإنسان إذا أراد أن ينجو فعليه أن يحقق التوحيد. وحتى تحقق التوحيد لابد تتعلم التوحيد. شوف التوحيد ده عجيب كيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت محتاج ما تقول لبتين لغاية ما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى. لأنه قد تمش وتمش وتمش بعد شوية تزيغ وتهلك والعياذ بالله وأنت في سكرات الموت. ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. وين البتنادي من دون الله؟ يا الحسن من المحن، يا واتحسون من المدفون، يا أبشر إن شاء الله راجي المرة، يا رجال العلفون الأسرع من التلفون، يا صابغ يا ترعفين، يا راجل السبت، يا برع الغوم، يا ده كله في السودان. كويس؟ ربنا قال لك حيقولوا له والملائكة ما في جماعة ولا حزب ولا طريقة. أينما كنتم تدعون من دون الله وينه؟ قالوا براهم ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. سبحان الله. في الدنيا هنا أنت لو جيت توريهم الحق زي كلام ندى جزاكم الله خير، يعني فتحتوا لنا قلوبكم وتواضعتم وجلستم واستمعتم. في ناس كثير ومساجد كثيرة ما بيسمعوا الحق والله، وبيشاكلوك ويضربوك لو قلت لهم الحقيقة. قال انت ما داير منا ولا قرش ولا تعريف ولا دنيا، لله بس نصيحة يضربوك فيها. طيب ها بيعملوا شنو بعدين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت. الكان هنا متحامين واقفين مع بعض بتلاعن. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني الأمة الأخيرة لما تحصل الأمة الأولى تدركها. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. يا الله ديل الورطونا الختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح. يا ناس وين 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 طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين القرآن؟ كلها شعارات فارغة ساكت، كلها علاقات بتاع الدنيا تتقطع من أن يخرج من الإنسان من الدنيا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. المؤمن أخوانا لما ربنا يقبض روحه تفتح له أبواب السماء فيشيعه من كل أهل سماء أبرارها فيقولون لمن هذه الريح أو الروح الطيبة فيقال لفلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا لغاية ما يصل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يرد هذه الروح إلى الجسد في الأرض فيؤتى في القبر فيسأل عن أجوبة القبر فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له ما علمك؟ فيقول قرأت القرآن وصدقته. فينادي المنادي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. ويأتيه الرجل حسن الهيئة حسن الثياب فيقول من أنت؟ فإن وجهك الذي يبشر بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. ويفتح له باب إلى النار فيقال له هذا مقعدك من النار لو كذبت أو كما قال عليه الصلاة والسلام أبدلك الله به مقعدا في الجنة.
تفرح. تخيل قالوا لك يعني هسي في الدنيا دي لو قالوا لك اسمع شايف الباب ده بتاع الفقر وده بتاع الغنى، باب الفقر ده سدينا عليك، في ناس بيموتوا من الفرح صح في الدنيا دي. شوف تخيل انت بتنجح وتنجو، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تفتح لهم ابواب السماء. اما الزول البنادي الفقراء وبنادي غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان بنادي الرسل والانبياء ربنا قال لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، لغايه ما الناقه تمرق بقد الابره دي ممكن ها لو تقدر تفرتق عصب وتدخلها، تفرتق عصب الناقه دي كامله تفرتق عصب تقدر؟ مستحيل. وبعض العلماء قالوا الجمل هو حبل السفينه كبير، وكلا المعنيين تحتمله الايه، حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد. المرتبة بتاعتهم من شنو؟ من جهنم. ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عشان كده يا اخوان الانسان ما يجاسف في دينه ولا يجامل ولا تطبع طريق، ولا يكن لك امام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاءك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والراس، وما جاءك عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطالبه بالدليل. تطالبوا بالدليل. الزول اللي بيسمعوا كلامه مغمدين راجل واحد بس هو النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني الانسان اذا فعل ذلك كان من الناجين الفائزين. ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وان يتقبل منا ومنكم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا واياكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.